طب لو انا عايزه اكتشف ذاتي اكتشفها ازاي؟ كوني انتي سألتي السؤال ده، انتي كده بدأتي بجد. طيب قولي. لان اول حاجه في رحله اكتشاف الذات الملاحظه، بتركزي بقى مع سلوكياتك وانفعالاتك ومشاعرك، وبتشوفي كل المواقف اللي انت بتمري بيها خلال اليوم. هو انا ليه انفعلت هنا؟ ليه ما انفعلتش؟ ليه زعلت قوي؟ ليه غضبت قوي؟ ليه فرحت قوي؟ وهكذا. اول حاجه هي الملاحظه. تاني حاجه ان احنا بالليل كده نروح مدونين كل المواقف اللي مرينا بيها، ونشوف كانت ايجابيه ولا سلبيه، اتبسطت منها ولا اتضايقت. الكتابه التدوين ده رائع. انا على فكره بشجعه جدا رغم اني ما جربتوش، بس انا بشجعه. لا لان هو جربيه هتتبسطي جدا، لانه هو بيكشف اللي بيدور في دماغك. بدل ما هو يعني في دماغنا مش مركزين قوي، لا هو قدامنا في الكتابه بيبقى واضح. متختلف لما تحطيه في مخك غير لما تحطيه على ورق. اختلاف كبير جدا. بعد شويه بقى بيحصل ايه؟ بنشوف بقى خلال اليوم ايه المواقف اللي حصلت، بتتصنف ايجابي وسلبي، ايه اللي انا اتبسطت منه، ايه اللي انا فرحان ان انا عملت رد فعل مناسب، لا رد فعلي ما كانش قد كده فانا متضايق، وهكذا سلبا وايجابا. بعد كده بقيمه، فبتبقى ملاحظه تدوين تقييم. الايجابي منها خلاص بكمل بيه، السلبي او اللي انا مش موافق عليه شويه بلجا بقى للمختصين، برجع لرحله التعلم وهكذا. حلو جدا. على فكره يا جماعه احنا بنشجع الناس كلها على انها تلاحظ نفسها. احنا للاسف في يعني المشاكل بتاعه الحياه والسرعه الرهيبه اللي بقينا عايشينها، نازلين طالعين نازلين طالعين، بنلف حوالين نفسنا، ما بقيناش لاحقين نقعد مع نفسنا، بنقعد مع الناس اكتر من نفسنا جدا. وبعدين انا سمعت مقوله كده بيقول لك من لم يأنس بنفسه فلن يأنس باحد. ده حقيقي. فمهم جدا ان احنا نقعد وقت مستقطع ايجابي كده، اللي هو المي تايم ده اللي بيسموه مي تايم كوتشز. أيوة. مع نفسك اقعد شوف نفسك انت عملت ايه حلو، عملت ايه وحش. هتراجع، حاسب نفسك، هتراجع افعالك، وبعدين هتلاقي ان في حاجات كتيره قوي استنزفتني وانا ما ملهاش لازمه. ايوه. او ضيعت وقتي جدا، ضيعت وقتي وضيعت تفكيري وضيعت مشاعري وعملت حاجات انا مش راضيه عنها. طب حلو قوي. اكيد اكتشاف الذات ده بيودينا لتطوير الذات جدا. ازاي بقى بيساعد اكتشاف الذات على ان احنا نطور ذاتنا، وايه اهميه اصلا ان احنا نطور ذاتنا؟ ليه مهم نطور ذاتنا؟ علشان نوصل لمرحلة من مراحل الاتزان في جوانب الحياة بقى المختلفة، سواء بقى ديني، علاقات، اجتماعيا، مهني، علمي، في التعليم، أي كان الجانب اللي أنا بشتغل فيه أو اللي أنا بفضله. الفكرة إن أنا طول ما أنا ما بطور في الجوانب المختلفة دي بحس باتزان. ما ينفعش أبقى بشتغل بس علاقتي في البيت مع أولادي وحشة، ما ينفعش ابقى مع اصحابي طول الوقت بس علاقتي مع اسرتي وعيلتي مش قد كده، هنا بيحصل خلل. فرحله التطوير ورحله الاكتشاف اصلا بتساعدني ان انا اعمل توازن ما بين الجوانب المختلفه في الحياه، بتحقق لي كمان ان انا احدد اهداف وانفذها. يعني مثلا انا عايز حاجه، عايز مستوى معين في علاقتي ما بيني وما بين اولادي، عايز مستوى معين في شغلي، دي اهداف لما بحطها وابقى عارف اصلا انا تكويني ايه بقى زي ما قلنا من شويه، بقدر احقق اهدافي في الاخر، بوصل لعلاقات صحيه.